اهلا بحضراتكم بعد الفاصل، وعندنا خبر الحقيقه قالب بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي أنا فين؟ وصفحات السوشيال ميديا. هو خبر اعلان مجموعه دكتورة اسبانيا سلمى، في الحمد لله على السلامة. انخفاض بل انهيار تاليا بنتي سهمها فين؟ في طمني طمني، البورصه. تاليا كويسة؟ هي في البيت مع نادي. لكن انا يهمني البعد الاقتصادي في الموضوع. أنا هذه عايزة أخرج، النهايه شيلوا هل الحاجات دي. لا لا، تمثل فرصه تخرجي ليه؟ احتراسيه إحنا لاحد لازم الجمهوريه نطمن عليك الاقتصاديه؟ الأول. هل الإسعاف جابتك هتؤثر هنا وكان على ضغطك سهم 40 على البورصه 80، مدى قريب ما ولا كانش ايه؟ فيه نبض خالص. ولا يمكن ان يتم علاجها عايزة أخرج. داخل المجموعه الاقتصاديه اخرجوني. الجديده؟ اهدي الحمد لله بس على بقى. السلامه يا دكتوره سلمى. لو السهم سمحت اكتب انهار لي خروج، انهيار انا عايزه شديد اخرج من لاول هنا. مره. لازم نطمن على خليني حالتك الاول. انطلاق هذه المجموعه الاقتصاديه لا، انا المهمه بقيت كويسه، انا دكتوره بعد وعارفه انا بقول ايه. اعلان خبر انا وفاه عايزه اروح لبنتي. مؤسس شيلوا المجموعه الحاجات دي. المهندس خالد سويلم. الحقيقه الخبر مش مجرد وفاه المهندس خالد سويلم، بل في تفاصيل مثيره جدا، وهو العثور على جثه المهندس خالد سويلم مع احدى موظفاته في حجره نومه بمقر سكنه. لحظه، الخبر في كلام كتير بين السطور، في كلام بتتداوله صفحات التواصل الاجتماعي. والحقيقه المجموعه اعلنت عن انه هي غير مسؤوله عن اي اشاعات او قصص من هذا النوع بيتم تداولها لحين اعلان الجهات الامنيه نتائج التحقيقات. يا جماعه، خالد سويلم ما كانش مجرد مهندس، بل انه احد الرموز الاقتصاديه اللي اثبتت وجودها في وقت قصير جدا في مجال التطوير العقاري والاستثمار. الو الو، ايوه يا اشرف، انت فين؟ انا في طريقي للقاهره. قريت الاخبار اللي على السوشيال ميديا؟ كاتبين موت رجل الاعمال خالد سويلم مع زوجة شريكه، وحاطين صورة شيرين وخالد. انت عارف حاجة عن الموضوع ده؟ يا باشمهندس، يا اشرف، الو الو، دكتورة سلمى، انت لازم تاخدي المهدئ وتنامي. احكي لي اللي حصل بالظبط. انا زي كل اسبوع باخد اجازة خميس وجمعة، بس الاسبوع ده حضرتك طلبت مني
اني ما انزلش واقعد عشان حضرتك عندك سهر، وانا فعلا عملت كده وما نزلتش. رحت ليله الاربع ورجعت صباحيه الخميس، خدت المفتاح من تحت الدواسه وفتحته دخلت، بس شميت ريحه غاز. جريت على المطبخ، بس قبل ما ادخل المطبخ لقيت الفازه واقعه على الارض مكسوره، قمت لميتها ورميتها في الزباله في المطبخ. قعدت شويه كده مش عارفه ريحه جايه منين، دخلت اوضه النوم لقيت، وباب الحمام لقيته مقفول. حسيت اني في حد جوه لان صوت المايه كان شغال، بس ريحه الغاز كانت جامده جدا. خلتني افتح الباب واشوف فيه ايه. دخلت ولقيت المنظر بقى اللي حضرتك شفتيه بعينك. دكتورة سلمى، عشان خاطري لازم نهدى عشان اعرف نفكر. نادية، ممكن اعرف ريحه الغاز كانت طالعه منين بالظبط؟ ريحه الغاز كانت طالعه من المطبخ ومن الحمام ومن اوضه النوم والصاله، كانت في كل مكان. باب الحمام كان مقفول من جوه ولا من بره؟ لا بصراحه يا دكتوره انا مش فاكره بالظبط، بس اللي انا فاكراه ان انا اللي فتحت الباب، وطالما انا اللي فتحت الباب يبقى اكيد ما كانش مقفول من جوه بترباس ولا باي حاجه. بعديها دخلت على طول قفلت محبس الغاز، بس ريحه الغاز كانت جامده جدا، رحت فاتحه كل الشبابيك وبعدها كلمت حضرتك على طول. انت اللي كلمتي البوليس؟ لا مش انا. وان مين اللي كلم البوليس؟ مش هو ده المهم، في سؤال دلوقتي اهم. ايه هو؟ انت عمرك شكيتي في جوزك؟ كل رجالة العالم خانوا مراتاته، خالد ما يخونش. أنا آسفة في اللي هقوله ده يا دكتورة سلمى، بس يعني هو ممكن يكون أجدع وأخلص واحد في الدنيا، بس فجأة تطلع واحدة تضحك عليه وخليه يخون. لأ